وضعت تل أبيب السلطة الفلسطينية في موقف محرج بعد أن قررت اقتطاع الأموال التي تدفعها السلطة للأسرى والجرحى وعوائل الشهداء من أموال المقاصة التي تحتجزها تل أبيب. وكان الوزير في السلطة والقيادي الفتحاوي حسين الشيخ أعلن العودة للتنسيق الأمني بعد تحقيق السلطة انتصارها الكبير على الاحتلال واستعادة كامل أموال المقاصة. يأتي ذلك وسط تجدد لأزمة المصالحة بين حركتي فتح وحماس وانهيار المحاولات التي بدأت خلال الشهور القليلة الماضية لإنهاء الانقسام والدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات للمجلس الوطني. وقام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة خارجية إلى الأردن ومصر، وأعلن نائب رئيس حركة فتح محمود العالول عن خطة عمل فلسطينية مشتركة مع مصر والأردن لدعم العمل على عقد مؤتمر دولي للسلام بداية العام المقبل، مؤكدا على أهمية التنسيق العربي في هذه المرحلة. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي الأستاذ محمد صوالحة الكاتب والمحلل السياسي، كما سيكون معنا خلال الحلقة السيد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من رام الله. ولكن قبل البدء بالحوار نشاهد معا هذا التقرير الذي أعدته الزميلة سوسن أبو حمدة والذي يسلط الضوء على جولة الرئيس محمود عباس. تشكيل لجنة أردنية فلسطينية مصرية مشتركة هو ما تمخض عن زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لكل من الأردن ومصر بحسب محمود العلول نائب رئيس حركة فتح. مهمة اللجنة هي التنسيق بشأن المطلب الفلسطيني بعقد مؤتمر دولي للسلام يطرح مجددا إحياء الآمال الفلسطينية بإمكانية العودة لفكرة حل الدولتين في إطار العملية السلمية التي تجمدت منذ عام 2014 بعدما رفضت إسرائيل وقف الاستيطان ورفضت القبول بحدود عام 67 كأساس للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية. إذن ذهب محمود عباس ليناقش مع نظيريه الأردني والمصري التغير الحاصل في الأشهر الأخيرة بعلاقة عدد من الدول العربية مع إسرائيل وتطبيع العلاقات الذي أقرته دول عربية بجهود أمريكية وما يفرضه ذلك من تغييرات في السياسات الإقليمية ومستقبل مسار القضية الفلسطينية في المرحلة القادمة من السياسة الأمريكية. فالرجل يبحث ترتيب أوراقه في ظل تطورات سياسية مرتقبة بعد تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه رسميا. وبحسب متابعين للشأن الفلسطيني تأتي تحركات عباس تجاه عمان والقاهرة استكمالا لنزول السلطة الفلسطينية عن الشجرة بدءا من إعادة التنسيق الأمني مع إسرائيل ومرورا بإعادة سفيري فلسطين للإمارات والبحرين بعدما شعرت السلطة أن هذه المواقف لم تنجح في تحقيق الضغط المطلوب. ووفقا لهذه الرؤية يبدو جليا أن عمان والقاهرة لعبتا دورا أساسيا في تحسين الأجواء وعودة السفيرين في سياق إصلاح الوضع القائم وتذليل الفجوات مع الدول المطبعة. ورغم أن مصر ترتبط بعلاقات قوية مع الإمارات ومحور التطبيع في المنطقة إلا أن عباس يدرك تماما أنه بحاجة لدعم عربي في المرحلة القادمة وأنه لا يمكنه استبعاد مصر الحريصة دائما أن تكون حاضرة في الملف الفلسطيني. أهلا بكم مشاهدين الكرام، وأرحب مجددا بالسيد محمد صوالحة المحلل السياسي والخبير بالشؤون الفلسطينية، وكذلك أرحب بالدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من رام الله. وأبدأ معك أستاذ محمد صوالحة، هل يبدو لك أن الرئيس عباس حسم خياراته بالرهان على إدارة بايدن الرئيس القادم للبيت الأبيض، ومن جهة أخرى على الحضن الدافئ للجامعة العربية أو الدول العربية التي يحاول بناء أو تطوير العلاقة معها في هذه المرحلة، والتي معروف أن سقفها السياسي فيما يتعلق بالحلول القادمة سقفا منخفضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللسادة المشاهدين. أنا أعتقد أنه يعني خيارات سيد محمود عباس صعبة. خلال الفترة الماضية هو يعني استخدم يعني خطابا
عالي النبرة، دعني أسميها هكذا، ضد الدول التي طبعت وضد أموال المقاصة وضد خصم أيضا يعني مرتبات الشهداء وأهالي الأسرى من أموال المقاصة، ولكنه وجد نفسه في النهاية يعني وجد أن خياراته يعني خيارات ضعيفة جدا. الدول العربية لم تتفاعل معه، الدول التي طبعت لم تكن على استعداد للتراجع عن التطبيع، جامعة الدول العربية أيضا خذلته، الدول التي لها علاقات مثل الأردن ومصر لم تفعل شيئا وإن تحدثت بكلام، يعني مصر يعني وقفت إلى جانب الدول المطبعة، الأردن قال كلاما مواربا. بمعنى آخر وجد محمود عباس في النهاية أن الخيارات ضعيفة جدا، ولذلك اضطر أن يغير كثير من يعني الأساليب التي كان أو الخطاب الذي كان يعتمده، قبل بأموال المقاصة، قبل بخصم إسرائيل ل يعني حقوق المعتقلين وأهالي الشهداء، وهو الآن أعاد أيضا السفراء إلى الدول المطبعة، يريد الآن أن يتهيأ للمرحلة القادمة، مرحلة بايدن، وهو أعلن أنه على استعداد الآن للعودة إلى المفاوضات، وأنا أعتقد أن هذا نوع من تهيئة الأجواء للمرحلة القادمة اللي هي ستكون في الحقيقة هي مرحلة التفاوض. سيد محمد، هل سيكون مثل هذا التحرك الخارجي للرئيس محمود عباس على حساب الخطوات التي تأمل بها الشعب الفلسطيني كثيرا باتجاه المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية، وهل يمكن الجمع بين الخيارين؟ هي كانت وانتهى الموضوع. بمعنى آخر هذه السياسة بالتأكيد كانت يعني على حساب المصالحة. أنا يمكن أن أقول أكثر من ذلك، أنا يمكن أن أقول إنه يعني بعض الناس أمل كثيرا من الجولة الأخيرة للمصالحة الفلسطينية، وأنا أعتقد وكنت أعتقد هذا من البداية أن هذه الجولة لن تختلف عن الجولات السابقة من جولات المصالحة، ببساطة لأن الرئيس محمود عباس حسم خيارته، لا يوجد لديه إلا خيار واحد وهو خيار المفاوضات، سيقبل بما يعرض عليه في النهاية، وبالتالي يعني المصالحة في النهاية طالما هو اعتمد هذا الخط تشكل عبئا عليه ولا تشكل رافعة. هو يمكن أن تكون أو يمكن أن ينحاز إلى المصالحة، ويمكن أن تشكل المصالحة يعني قوة ورقة بيده فيما لو قرر أن ينحاز إلى الشعب الفلسطيني وأن يوقف نهائيا قضية التنسيق الأمني ويبدأ بداية جديدة. هذا ما أمله بعض الناس من خلال النبرة المرتفعة التي تحدث فيها، ولكن هذا لم يتحقق. سيد محمد، لا يمكن أن يتغير اليوم، من الواضح أن هذا لم يتحقق حتى الآن. اسمح لي أن أشرك معنا الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني من رام الله. دكتور واصل، أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا دكتور واصل. ما هي أهداف زيارة الرئيس محمود عباس للقاهرة وعمان قبلها؟ وهل سيستطيع الرئيس عباس تشكيل موقف عربي مساند استعداداً لفترة الرئيس الأمريكي الجديد بايدن؟ وما هو سقف هذا الموقف الذي يريده الرئيس عباس؟ أنا أعتقد من حيث الشكل والمضمون زيارة هامة على صعيد التنسيق المشترك مع الأردن ومع مصر، بين الدولتين من علاقات وتنسيق مشترك لم ينقطع يوما ما، وبالتالي يعني رغم تفشي وباء الكورونا وعدم ترقب الرئيس أبو مازن الخارج طوال الأشهر الماضية، أول زيارة له إلى الأردن ومن ثم إلى القاهرة للقاء الملك عبد الله الثاني ولقاء السيسي، وربما ما صدر عن هذين اللقاءين كان واضح تماما أنه يستند إلى ثلاث قضايا رئيسية. أولا عملية التمسك بقرار التشريع الدولي والدولي لأي حل قادم في المنطقة على قاعدة ما طرحناه كفلسطينيين وطرحه الرئيس مازن، مؤتمر دولي لتطبيق قرار التشريع الدولي والقانون الدولي وضمن سقف دولي محدد يعمل على إنهاء الاحتلال. الأمر الثاني تم التأكيد على أهمية قيام دولة فلسطينية كأساس الاستقرار وضمان له في المنطقة، سواء كان البيان المشترك مع الأردن أو البيان المشترك مع الرئيس السيسي في مصر، وأنا أعتقد أن هذا الأمر مهم جدا على صعيد إنهاء الاحتلال وقمة الدولة الفلسطينية وحقائق البلد في حل القرارات الدولية والقانون الدولي. الأمر الثالث
بطبيعة الحال أيضا ربما أن المتغيرات في المنطقة سواء فيما يتعلق بانتهاء ولاية ترامب ونجاح الحزب الديمقراطي بايدن، رغم معرفتنا وتأكيدنا على أن الحزب الديمقراطي والجمهوري سيان فيما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال في سياق التحالف المستمر مع الاحتلال، ولكن كما هو معروف ولاية الرئيس ترامب كانت حرب مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني منذ الإعلان عن القدس عاصمة الاحتلال في ديسمبر عام 2017، وما تلا ذلك وصولا إلى محاولة تمويل ما يسمى صفقة القرن الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وشرعنة الاستعمار الاستيطاني وغير ذلك. إضافة إلى ذلك أن الآن ربما المجتمع الدولي تفهم أهمية إيجاد أمن واستقرار لقائد الشعب الفلسطيني. ربما في جلسة مجلس الأمن المخصصة قبل فترة للقضية الفلسطينية كانت 14 دولة تتحدث عن مؤتمر دول الاحتلال، تحدث عن نهاية الاحتلال، تحدث عن رؤوس الشعب الفلسطيني، تحدث عن قرار الشرعية الدولية والقانون الدولي، وكان الموقف الأمريكي معزولا عن إرادة المجتمع الدولي. وأنا أعتقد هذا الأمر يجب أن يعطى اهتمام من أجل أن يطيح قدما بالتأكيد على أن حقوق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تمس، كما تحدثنا بشكل واضح تماما عن هذا الاحتلال الذي صعد جرائمه وعدوانه. لابد ان يكون هناك جديه فيما يتعلق بكيفيه اخذ ذلك سواء من قبل المجتمع الدولي او من قبل ايضا الاقليم او من قبل تفعيل كل الاليات على الارض من اجل مواجهه المخاطر والتحديات وفي انهاء الانقسام واهميه ذلك. نأمل ذلك استاذ دكتور واصل، ارجو ان تبقى معي لاعود الى الاستاذ محمد صوالحه. سيد محمد، يعني هل كانت جولة الرئيس عباس مرتبطة بأي شكل من الأشكال بعودة التنسيق الأمني وتوابعه، بمعنى تنسيق زيارات الرئيس مثلا أو خروجه من المقاطعة إلى العالم الخارجي أو حتى زياراته للمدن الفلسطينية مرتبطة بمسألة التنسيق؟ هل فعلا هذا، وخاصة يعني لو أخذنا بالاعتبار أن الرئيس لم يخرج من المقاطعة أو من رام الله خلال الشهور العشرة الأخيرة؟ الأمر الآخر اللي هو يعني ما قاله محمود العالول عن التنسيق العربي وعن لجنة ثلاثية تعمل من أجل يعني مؤتمر دولي للسلام ويأملون أن يكون في الربيع القادم، هل تستطيع الأردن ومصر باعتبار هاتان الدولتان هما اللتان يعني يرتكن إليهما الرئيس عباس كما يبدو من جولته الحالية، هل تستطيعان حمل مثل هذا المشروع، وهل هذا المشروع واقعي وقابل للتطبيق؟ يعني موضوع خروج الرئيس محمود عباس من الأراضي الفلسطينية هل هو مرتبط بعودة التنسيق الأمني؟ ربما، لكن هو في الحقيقة فيما علمت أنا أنه لم يجرب موضوع الخروج لتمنعه إسرائيل أو لتسمح له، لكن من البديهي أن نقول إن خروجه ودخوله مرتبط، هو وكل المجموعات الفلسطينية مرتبط بشكل أساسي بموضوع التنسيق الأمني. لكن يمكن أن نلفت النظر أيضا إلى أن كثير من قيادات السلطة الفلسطينية وحركة فتح تحركت خلال المرحلة الماضية قبل أن يكون هناك تنسيق أمني، جبريل الرجوب وغيره خرجوا وذهبوا وجاءوا. أقصد أنا ربما لم يكن، إذا أردت أنا أن أرجح، ربما أقول أنه لم يكن يعني التنسيق الأمني هو المشكلة الرئيسية في هذا الموضوع. أنا أعتقد أن الأجواء الإقليمية كانت هي السبب الرئيسي في عدم خروج أبو مازن إلى جولات خارجية وبالذات إلى المنطقة العربية. فترة ترامب كانت فترة عسيرة ويعني ثقيلة على السلطة الفلسطينية وعلى مجمل الأوضاع في المنطقة وعلى كثير من الدول العربية. الآن الجميع يتطلع إلى المرحلة القادمة، أو دعني أقول يعني وصول بايدن إلى الحكم يعني أفرح أقواما وأحزن آخرين، والكل متهيئ للمرحلة القادمة. السلطة الفلسطينية تعول كثيرا على المرحلة القادمة، تتحدث عن مؤتمر دولي، ربما لا يحصل المؤتمر الدولي. أنا أعتقد أن السلطة الفلسطينية ترفع من مستوى توقعاتها وآمالها وتخيلاتها للمرحلة القادمة. بايدن في النهاية سوف لن يكون ضد إسرائيل، بايدن سوف يكون امتداد لمرحلة أوباما. مرحلة أوباما لم تكن ذهبية للسلطة الفلسطينية ولا للفلسطين ولا للقضية الفلسطينية. هذه السياسة الجهة يعني القوية هي التي تفرض أجندتها على الأرض. أذكر هنا بأن يعني ما حصل في أذربيجان وأرمينيا 30 سنة، والمهجرين يعني الأرمن الأذريين حوالي تقريبا مليون مهجر أخرجوا من ديارهم
صدرت كثير من القرارات الدولية تطالب بعودتهم إلى يعني أماكن سكناهم، انسحاب القوات المحتلة لأراضيهم، لم يحصل شيء. عندما تغيرت الظروف وبنت الدولة خلال 30 سنة الماضية، بنت نفسها وطورت جيشها، استطاعت أن تغير، والعالم كله ينظر بقدر كبير من الانبهار لما جرى. أنا يعني هذه رسالتي للسلطة الفلسطينية ولكل الفلسطيني، ما لم يكن هناك تعويل على الوضع الفلسطيني الداخلي، على وحدتنا، على قوتنا، فأنا أعتقد أننا سوف نبقى من فترة كما كنا منذ فترة طويلة ننتظر ذهاب إدارة أمريكية وقدوم إدارة أمريكية أخرى، ونعلق أمالنا على هذه الإدارة وتلك الديار الإدارة، وفي النهاية كله عبارة عن يعني قبض الريح أو سراب لا قيمة له. لذلك أنا أعتقد أن هذه الزيارة التي والحركة التي يقوم بها أبو مازن لن تكون مفيدة، ببساطة لأنه يعول على الدول التي أصلاً التي لها علاقات مع إسرائيل، الدول التي وقفت إلى جانب بين قوسين، يعني الدول التي طبعت خلال المرحلة الماضية ولم تقف إلى جانب القضية الفلسطينية. وبالتالي أنا أعتقد أنه السياسات العربية لن تتغير، الموقف الأمريكي لن يتغير كثيرا، هكذا دعني أقول، والآمال الفلسطينية يجب أن تعود، السياسات الفلسطينية يجب أن تعود إلى الداخل وتدرك متى أدركت السلطة الفلسطينية أن القوة الموقف الفلسطيني والوحدة الفلسطينية هي الأساس. أنا أعتقد أن سلوك السلطة الفلسطينية وقتها يمكن أن يتغير ويمكن أن يحصل شيء جديد في القضية. نعم، اسمح لي أرجع إلى الدكتور واصل. دكتور واصل، هل ستكون تحركات الرئيس محمود عباس على حساب يعني التنسيق الداخلي، المصالحة، الوحدة الوطنية؟ وهل تدرك السلطة الفلسطينية أن ورقة الوحدة على أسس يتفاهم عليها المجموع الوطني الفلسطيني هي ورقة قوة أمام العربي وأمام غير العرب وأمام بايدن وغير بايدن؟ بمعنى ألم يعد الوقت أو ألم يحن الوقت للسلطة الفلسطينية أن توقف الرهان على الإدارات الأمريكية التي لم ترى منها خيرا حتى قبل ترامب؟ وهناك خاسر كبير من العودة إلى المفاوضات والتنسيق، وهو الوضع الداخلي الفلسطيني والوحدة الفلسطينية. ماذا تقول في ذلك؟ أنا أتحدث بشكل واضح تماماً أنه لا مراهنة على لا الحزب الديمقراطي ولا الجمهوري ولا إدارة الرئيس ترامب كما قلت الذي عليه محرمة وحد الشعب الفلسطيني، ولا الإدارة الجديدة برئاسة بايدن التي يعني سيكون الحزب الديمقراطي أيضاً في صيغة التحالف مع الاحتلال. كل الأحزاب الأمريكية مدركة تماماً أنها تحمل احتلال لكل ما له من قوة على المستوى الاقتصادي والسياسي والمادي والعسكري وعلى كل المستويات، وبالتالي تحمل الاحتلال ايضا مغطى مسؤولية على جرائمه، ندرك ذلك تماما، وندرك ايضا ان هناك تطبيع عربي رسمي شكل اصبح الاطراف القضيه الفلسطينيه، ندرك تماما ان هناك ايضا موقف على المستوى الدولي يتحدث ببيانات تجن واستنكار ويوجد اليات عمليه لذلك، لذلك نحن طرحنا من في هذا الجانب اليه عمليه واضحه حول مساله عقد المؤتمر الدولي على قاعده قرار شرعيه دوليه وقانون دولي بما يضمن انهاء الاحتلال ويضمن تفكيك القارات وخاصه الاستعمار الاستيطاني والتي كان اخذها قرار مجلس الامن 2334. فيما يتعلق بالمصالحه الداخليه، هذا امر مهم ولابد من انهاء انقسام واستعاده الوحده والتضليل قدما باتجاه تقييم وضع الداخل الفلسطيني، ولكن دعني اشير بمساله هامه. أما ما جرى خلال الفترات الماضية كان يعني رهان على متغيرات من قبل كل الأطراف، وبالتالي يعني رغم الاتفاق الذي جرى في القاهرة أو عفوا في القنصلية الفلسطينية في اسطنبول والاتفاق على 3 قضايا رئيسية، القضية الأولى وهي الانتخابات والمضي قدما بتنفيذها على آلية الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية ثم المجلس الوطني حيث أمكن خلال فترة 6 أشهر وعلى قاعدة القانون التنفيذي النسبي، والأمر الثاني شراكة على الأرض من أجل مواجهة الاحتلال ومخططاته، والأمر الثالث أيضا الحوار الوطني الشامل بما فيه ترتيب وضع المؤسسات القيادية الفلسطينية. كل الأحوال ما كان هو معروف حتى قبل الإعلان من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية عن عادة العلاقات كما كانت في 19/5، كان هناك تعثر فيما يتعلق بالاتفاق، وكان منذ الصباح نعم جلسة واحدة وقتها بمشاركة مصر، وكان واضح تماما أن حماس تراجعت عن الاتفاق الذي شارك في اسطنبول. دكتور واصل، أرجو أن تعذرني، الوقت الحقيقة يعني انتهى، لكن يعني نقطتك واضحة بأن هناك تعطيل من طرف
وهنا تشير أنت إلى حركة حماس وأنها يعني غيرت موقفها من نقاشات تركيا إلى اللقاء الأخير في القاهرة. أشكرك على توضيح هذه الفكرة الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأعود بسؤال في أقل من دقيقة للأستاذ محمد صوالحة. أستاذ محمد، يعني هل بناء على كلام الأستاذ واصل الأخير، هل انتهت المصالحة عمليا؟ ومن المسؤول عن نهايتها؟ وكيف تفكر من وجهة نظرك وتحليلك للموقف الحمساوي، كيف تفكر حركة المقاومة وهي الشق الآخر من النقاش في موضوع المصالحة الفلسطينية بهذا التحول في موقف السلطة الفلسطينية؟ أرجو أن تختصر بأكبر قدر ممكن. باختصار، أنا أعتقد أن السلطة الفلسطينية تعتبر أن المصالحة ستكون والعلاقة مع قوى المقاومة ستكون عبئا عليها، وبالتالي القضية فيها نوع من عدم القبول أو الرفض، ولكن لا أحد في الطرفين في فلسطين يريد أن يقول أنه أنا أتحمل مسؤولية عدم وجود مصالحة. بالتالي السلطة الفلسطينية خلال الفترة الماضية اختصرت موضوع المصالحة بموضوع الانتخابات، وموضوع الانتخابات آخر شيء بفكر فيه الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل. الناس كانت تنظر إلى منظمة التحرير، كانت تنظر إلى برنامج سياسي مقاوم مشترك تقوم به كل الفصائل الفلسطينية، تحويل الموضوع إلى انتخابات وانتخابات فقط. أنا أعتقد أنه كان هذا نوع من الهروب، وبالتالي ظهر هذا واضحا بشكل مباشر عندما أعلنت السلطة الفلسطينية عن عودة التنسيق الأمني، وبالتالي عمليا انتهت الجولة الأخيرة من المصالحة الفلسطينية. لا أحد يريد أن يتحمل مسؤوليتها، ولذلك يمكن أن نرى جولات أخرى، ولكننا سنجد في النهاية أن النتيجة دائما ستكون ما لم تتغير يعني تتغير السياسة الأطراف الفلسطينية، وأقصد هنا السلطة الفلسطينية، فإننا سنصل دائما إلى نفس النتيجة. أشكرك سيد محمد صوالحة، المحلل السياسي والخبير بالشؤون الفلسطينية، وأكرر الشكر لضيوفي في هذه الحلقة، ولكم مشاهدين الكرام كل الشكر على المتابعة. في أمان الله.